ذلك يقص شعره. قال بعضهم لا يقطع التلبية إلا عند قص الشعر، وقال بعضهم يقطعها ولو في أثر الطريق، وفي البدور يقطع إذا دخل بيوت مكة أو البس الحرام، كل ذلك واسع. وفي أبي داود عن محمد بن أبي لهب عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا يلبي المعتبر حتى يستلم الحجر. ومحمد بن أبي لهب لا تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقد أعله أبو داود ودار عبد الملك وهمام عن عطاء عن مرفوعا. قال سئل مالك عن رجل يعتبر ببعض المواقيت وابن المدينة وغيره متى يقطع التلبية، قال أما المهل من المواقيت فإنه يقطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم، زاد في البدور ثم لا يعاودها. قال وبلغني أن عبد الله بن عمر كان يسمع ذلك، تقدم قريبا رواية ذلك عن نافع عنه، وعادته إطلاق البلاغ على الصحيح. باب ما جاء في التمتع. حتى ثني يحيى عن مالك. قالوا تكره العمر في أشهر الحج، لماذا؟ قالوا لأنه أشتغل بأعمال العمر عن أعمال الحج، وهذا تعليل ركيك جدا وقول ضعيف جدا. أبا أولا فلأن الأصل أن الإنسان يعتبر في أي يوم كان وفي أي شهر كان طول السنة، وأما ثانيا فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر إلا في أشهر الحج، اعتبر في القعدة واعتبر في شوال، ولم يروى أنه اعتبر في غير أشهر الحج. ثالثا الكفار في الجاهلية كانوا يكرهوا العمر في أشهر الحج، فنريد أن نخالفهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أننا نتمتع. قالوا يكره العمر في أشهر الحج يعني العمر المفردة، أما إذا كان الإنسان سينوي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فهم يقولون، ولهذا قالوا باب التمتع. لكن العمرة المفردة التي يقصد بها يعتبر ويرجع مش ما يتمتع بها إلى الحج يقولوا أنها لا تشرع، لأنهم يقولوا أهو اشتغل ولا شيء، أعمال العمرة بسيطة جدا. وكيف يجيبون عن الحديث اللي ورد عن النبي؟ ما يقولون؟ ما لا ذلك إلى الآن متعجب أن الشوكان بيقوا بالقياب عليهم في وبل الغمام وفي السيل الجراح، بيقول خالفوا النصوص. ما جاء في التمتع حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن عبد المطلب أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله عز وجل، فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد رأى عن ذلك، فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. عمر بن الخطاب كان يمنع المتعة في أيام الحج، لكن رأي شخصي لنفسه، وإلا فالأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيزه. وحدثني عن مالك عن صدق بن يسار عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لأن أعتبر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتبر بعد الحج في ذي الحجة، يعني أنه يخالف أبوه أو مه ابن عمر يخالف أبوه، وبالغ في جواز التمتع ورد على أبيه وعثمان في كراهته، يعني أنهم قالوا لابن عمر ما رأيك في أن يعتبر الإنسان في أيام الحج أو لا ينتظر إلى ما يفرغ من الحج؟ قال أنني أعتبر قبل الحج أحب إلي من أن أعتبر بعد الحج، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتبر في أيام الحج، وهو يريد أن يقول لهم
ألا سأخالف مذهب أبي وأعمل بالأحاديث؟ وإذا كان لعمر رأي خاص واستدلال أو استنباط فلا حجة في استنباطه. قال في الحاشي مبالغة في جواز التمتع ورد على أبي وعثمان في كراهته. وفي الموازية عن مالك ما يعجبني قول ابن عمر هذا، وإفراد الحج من الميقات أحب إلى سلطان أو غير سلطان. كان فهم من قول ابن عمر أن التمتع أفضل عندهم من الإفراد. الخلاصة لا مانع للإنسان أن يعتبر عمر مفرده ولو في أيام الحج. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من اعتبر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في الحج قبل الحج ثم قام بمكة حتى يترك الحج فهو متمتع الحج عليه ما استيسر من الآن، فإن لم يجد في الصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال مالك: وذاك إذا أقام حتى الحج ثم حج من عامه. عليه أن يحج أن يعتبر وينوي بها عمر مفرده ويرجع، أما إذا ويبقى في مكة فعليه أن ينوي بها عمره متمتع بها إلى الحج. يعني إذا راح السار بحين مثلا في 25 ذي القعدة نوى مثلا بعمره فقط ثم يذهب إلى المدينة يزور ويرجع يحرم من الجوز؟ هذه حيلة يفعلها البخلاء الناس على جسمي. منهم من يقول: أنا ما أستطيعش أبقى محرم دائما مدة نص شهر أو شهر أو غيره، فيقول ما أفعل، يقولون التمتع. إنوي أنك معتبر أنك معتمر متمتع بالعمرة إلى الحج، ودي كبش أوصل 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. واحد آخر بيقول: أنا لا أستطيع أصوم في هذا الحمى ولا معي قيمة كبش. نقول له: حج مفرد وابقى محرم لو ما يجي أيام الحج. وهذا الحيلي الذي بيراجع الحبوت هذا يشتي يفتن ويرتاح ولا يدي كبش ولا يصوم. يقول ما هو؟ يقول: أنا حج، أنا عبارة عن معتمر عمر مفرد مثل ما الذي بيصير في رجب والذي بيصير في شعبان والذي بيصير في رمضان. ما إليكم مني أنا أتحج وما أقل، ما إليكم أحج ولا بكر. أنا عبارة عن معتمر عمر مفرد لا ما يتهم ويتم مناسك العمرة يضوف ويسعى ويقص شعره. وبعدها يقول: أنا بتشوق أسير للمدينة أزور. بسم الله تفضل ورحلة وساري يزور ويوصل للمدينة يجلس يوم الثلاث. أين تشوق يا خبرك؟ قالوا بكك. قال: قد شوقتوني إنني أحج ولبيك بحج مفرد ويحج مفرد ويجي ويقول لذلك المتمتعين زدت عليكم، ويقول للمفردين زدت عليكم. يقول للمتمتعين زدت عليكم ماديا ما اديتش كبش، وللمفردين زدت عليكم حسيا، يعني انني يعني لبست وصرت المدينه وارتحت في المدينه وانتهى. هذا في النظر، الله اعلم. نسال عالما او يعني. قال مالك: في رجل من اهل مكه انقطع الى غيرها وسكن سبعه ثم قدم معتبرا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشاء الحج، من أنه متمتع يجب عليه الحج لأن أهل مكة ما يتمتعوش. قالوا: التمتع غير المكي. لكن هذا هو رجل من أهل مكة ولكن كان يعمل في اليمن، كان يتوظف في اليمن أو يستجر في اليمن مده، فحكمه إذا رجع مثل حكم اليمني أنه متمتع يجب عليه الحج أو الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة لأنه ما عادش مكي لأنه قد من اليمن أو من مصر. وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج ويريد الإقامة في مكة حتى ينشر الحج متمتعه؟ قال: نعم.
هو متمتع وليس هو مثل أهل مكة. وإن أراد الإقامة ذاك أنه دخل مكة ليس هو من أهلها، وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة، وأن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبذله بعد ذلك وليس هو من أهل مكة. وحتى ذاني عن مالك عن يحيى ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من اعتبر في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدرك الحاج فهو متمتع إن حج وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. يسدوا يفعل بشتي لا يقولوش قال العبراني كذا كرهن بيخطفوا يسمعوا مني غير لفظة ويصير يقولوا قال العبراني إذا يشيله وإني عسره في سيله ويسوى ولاقصه لا عند العلماء الآخرين، وإذا يشيله بس يصير يقول قال العبراني. ويا ليت قد بيتها سواء بعضهم ما قد بيفهمش ويصير يقول لا ما يجي يقولوا أقول لا قلت هذا ولا شا أقول هكذا، لكن الحكم بيننا المسجل هذا إذا لأن بعضهم يصير يقول والناس يسألوا المسجل أنا قلت أو ما قلت. إلى هنا وصلى الله على محمد وآله. إذا الظرف جده فيه التمتع. قال مالك: من اعتبر في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه ذلك فليس عليه هدي، إنما الهدي على من اعتبر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج. وكل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ثم اعتبر في أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها فليس بمتمتع وليس عليه هدي ولا صيام، وهو بمنزلة أهل مكة إذا كان من ساكنيها. سئل مالك عن رجل من أهل مكة خرج إلى الرباط أو إلى سفر من الأسفار ثم رجع إلى مكة وهو يريد الإقام بها، كان له أهل بمكة أو لا أهل له بها فدخلها بعبرة في أشهر الحج ثم أنشأ الحج، وكانت عبرته التي دخل بها من ميقات النبي صلى الله عليه وسلم أو دونه أبو تمتع من كان تلك الحالة. فقال مالك: ليس عليه ما على المتمتع من الهدي أو الصيام، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المتمتع من لم يكن من أهل مكة، أما من كان من أهل مكة أو آفاقي قد سكن مكة فإنه لا يكون من المتمتعين، لأن التمتع لا يكون إلا لمن كان من خارج مدينة مكة. جامع ما جاء في العمرة. حتى ذري يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا فيه دليل على أن الإنسان يعتبر عدة مرات، لكن علماء هذا الأيام في مكة وغيرهم يقول العمر إلى العمر يعني العمر في هذا السنة ثم في السنة الثانية كفارة لما بينهما. قالوا: وأما يعتبر في اليوم مرتين أو ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم، قالوا هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم
بقي في مكة من آخر رمضان إلى شوال، ولم يروى عنه أنه كان يعتبر في كل يوم أو ثاني يوم أو ثالث يوم، هذا دليلهم. لكن أنا متشكك في هذا الدليل، لأن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العبادات لا يدل على عدم مشروعيتها. لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة في غزوة الفتح من آخر رمضان إلى شوال ولم يروى عنه أنه كان يخرج يتمتع، يعني يعمل العمرة. أظن أنه لا يلزم من عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأي عبادة أننا نقول أنها بدعة وأنها غير مشروعة، أو لما رأيك؟ يقولون في سنة تركية. سنة تركية؟ كيف سنة تركية؟ العمل اللي هو كان فيه دافع له، كان دافع لعمله في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن شيء يمنعه رغم ذلك تركه. يعني في دوافع انه يعمله، طب ليه ما تأخر عن فعل الخير؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كانش يفعل الأشياء كلها. هل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الضحى دائما؟ إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في صلاة الضحى، وما كان لم يروى إلا أنه صلى حينما دخل مكة. قال بعضهم نسميها صلاة الضحى وبعضهم صلاة الفتح، وما رويش عن النبي. هل نقول أن صلاة الضحى ليست مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما داومش عليها؟ عدم ورود حديث أن النبي فعل شيء من ترك شيء من المسنونات لا يدل على العدم. يعني صلاة الضحى ورد أحاديث، يعني ورود الأحاديث نفسه مانع أن احنا نقول أنها دي. وهذا وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في متابعة العمرة، متابعة العمرة ورد فيها أحاديث كثيرة. النبي قال تابعوا بين الحج والعمرة، وقال أن المتابعة بين الحج والعمرة، وقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا أنا مش ما أستطيعش أقول أنهم على حق. هؤلاء الذين يذهبون من اليمن إلى مكة فتراهم يعتبروا يوميا، من بعضهم يخرج بعد العصر وبعضهم يخرج بعد المغرب وبعضهم بعد العشاء يوميا. لا أستطيع أن أقول أنهم متسنني، ولا أستطيع أقول أنهم مخالفين للسنة، كما أن الذي بينقدوهم وقالوا أن هذا ليس بالهدي النبي لا أستطيع أن أقول أن نقدهم صحيح، ولا أستطيع أن أقول نقدهم ضعيف. كل واحد يحاسب نفسه ويغلب من ظنه. أولا من؟ كنت تكتب الجواز قبلها. إيه؟ عربي نقول هكذا. لكن هذا توقف. ماشي. أبا إذا بسرته وقدوا لابس البنشفة وقدوا براسة ويقول بارك، قال لي واحد أقول كب غرج عادة شمنعه، قد لبس الحولي واختصل وقدوا براسة وبيقول بارك أراش خرج أعتمر من التنعيم، لكن لقيت واحد وبيقول لي أن ما يشبر عمره بعد عمره في هذا الأسبوع أو في ثاني يوم أو ثالث يوم. أنا أتشجع حالي بفسره وأقول يا الله خرج. وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد كنت تجهزت للحج، فاعترض لي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمري في رمضان فإن عمرة فيه كحجة. هذا حديث صحيح، وفي بعض الروايات حج
حجة عمرة في رمضة تعدل حجة معي. حديث هكذا أنها في الفضيلة. قال العلماء لم يكن البراءة هذا أنها تكفي عن حجة الإسلام، لكنها مبالغة. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب قال افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم الحج أحدكم وأتم العمرة، يعني يعتبر في غير أشهر الحج. هذا عمر بن الخطاب يذهب إلى أنه لا يوالوش بين العمر، ويذهب إلى أنهم يعتبروا في غير أيام الحج. وأتدري عن مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان كان إذا اعتبر ربما لم يحدث عن راعلتي حتى يرجع. قال مالك العمرة السنة، ولا نعلم أحدا من المسلمين أرخص في تركها. قال مالك ولا أرى لأحد أن يعتبر في السنة مرارا. ماشي، يعني أنها اشتي يقول أنها سنة على اصطلاح العلماء الأولين أنها سنة مؤكدة مثل الوتر وغيره. اشتي يقول هكذا. قال مالك العمر السنة مؤكدة، قال أكاد من الوتر، وهذا هو المشهور. ولا نعلم أحد من المسلمين أرخص في تركها. حمل على السنين لأن تركها لا يرخص فيه، بل ثم سنة يقاتل عليها، وحملوا بعضهم على الوجوب. وبه قال ابن حبيب وابن الجاب، وهو المشهور عن أحمد والشافعي، مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب الشافعي أن العمر واجب، لكن وجوب ظني مش وجوب قطعي. واحتجوا بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، العطف على الحج الواجب، وبأن الإتمام إذا وجب وجب الابتداء، وبأن معنى أتبوا أجيبوا كما أن معنى أجيبوا أتبوا قوله تعالى فإذا اطمأنتم فأجيبوا الصلاة. وتعجب الأول بأنه لا يلزم من الاقتران بالحج وجوب العمرة، فهو استدلال ضعيف لضعف دلالة الاقتران. فالمسألة هي مسألة خلافية. قال بعضهم أن العمر واجب وجوب ظني، وقال بعضهم أنها سنة مؤكدة. قال مالك في المعتبر يقع بأهله أن عليه في ذلك الحد وعمرة أخرى يبتدي بها بعد إتمامه الذي أفسدها. هذا مذهب الإمام مالك، هو مذهب الهادوية، يقولوا هكذا. من وضع زوجته حال كونه وكونها محرمين إما بالحج أو بالعمرة، فسدت العمرة أو فسد الحج، وعليهما أن يقضيا في العام الآتي حتى ولو كان الحج نافلة أو العمر نافلة. هكذا يقولوا. وأيضا يقولوا أنهم يوصلوا إلى تلك البقعة ويفترقا، ما عاد يجلسوا يعني جمعة خشية من أن يتذكروا ما وقع. هذا عبارة عن فك وليس بحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم من حيث أحرم بعمرة التي أفسدها إلا أن يكون أحرم من مكان أبعد من ميقاته، فليس عليه إلا أن يحرم من ميقاته. قال مالك ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء، ثم وقع بأهله، ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضأ ثم يعود فيطف بالبيت وبين الصفا والمروة. نلمى هكذا
قال مالك: ومن دخل مكة لعمرة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وهو جنب أو على غير وضوء ثم وقع بأهله ثم ذكر قال يغتسل أو يتوضا ثم يعود فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويعتمر عمرة أخرى ويهدي، والبراء إذا أصابها زوجها وهي محرمة مثل ذلك. قال مالك: فأما العمرة من التنعي فإنه لا يتعين من شاء يخرج من الحرم فإن ذاك يجزي عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعي. شيء ثاني، العلماء يقولوا من فسد حجه مثلا بالوطء بدل حجه أو قد كان محرم بالعمرة بدلت عمرته خلاص وبعدها يقضيها، وبعض العلماء قالوا ما يقضيها إلا إذا هي فريضة، أما نافلة فلا يقضي. وأما هذا ويقول أيضا من يريد أن يعتمر يخرج إلى الحل، وهذا بيقول أنه يخرج إلى الحل إلى الترعين أو إلى الميقات، يعني يرجع إلى المدينة على كلام مالك هذا، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إذا كان من أهل المدينة يلزم أنه يرجع إلى المدينة 450 كيلو. ها؟ ما مدى؟ ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال يرملم لليماني وذات عرق للعراقي وقرن المنزل لقرن المنازل للنجدي وقال والجحفل للشامي وقال ذو الحليفة للمدني. الذي وقت من عشان أن يخرج منه، ولكن الفضل أن يظن. ها سوا سوا تلج عذان والحديبي نكاح المحرم. لكن الأول الذي ما مشكلة يغتسل أو يتوضأ، ما هذا عجيب يعني يغتسل إذا مثل مشكلة كان جنوبا ولا كان غير متوضأ يتوضأ. نكاح المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن ربيعه ابن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصار فزوجاه ميمونه بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج. إيه أنه يحرم. نعم مصطلح هكذا. قال أنه قبل أن يخرج. المشهور أنه بعد ما فك الإحرام. العلماء يقولوا ورد حديثا متعارضين. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في عمرة القضية في السنة 7 من الهجرة بميمونة، واختلفت الروايات هل كان النبي صلى الله عليه وسلم محرم حال ما عقدوا لبه أو لكن كان محل. روايتين متعارضتين. رواية ابن عباس أنه كان محرما، ورواية ميمونة وأبو رافع أنه كان حلالا، فرجحوا رواية ميمونة وأبو رافع على رواية ابن عباس، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم
إنما عقد له وهو حالة كونه قد حل وأصبح حلالا غير محرم. ورواية ابن عباس أنه كان حلالا الذي قالوا أنها تدل على الجواز، هذه الرواية مرجوحة وإن كانت في صحيح البخاري، لكنها مرجوحة بالحديث الثاني أنه كان حلالا. ولا يجوز أن نحتج برواية ابن عباس فنقول لا مانع للإنسان المحرم أن يعقد له بالمرأة التي يريد أن يتزوج بها وهو في حالة إحرامه. حديث ابن عباس لا عمل عليه وإن كان في صحيح البخاري، بل نرجح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما عقدوا لبها حلالا. لماذا نرجحه؟ لوجوه كثيرة. الوجه الأول أنه من رواية ميمونة، وذلك من رواية ابن عباس، وما كان من رواية ميمونة أرجح من رواية ابن عباس لأنها صاحبة القصة، وهو التي تزوج، هي التي تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي عارفة حال عقدوا له وحالة كونه محرما أو حالة كونه حلال. ثانيا أنها من رواية أبو رافع، وأبو رافع قد كان السفير الواسط ما بين ميمونة وما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية من له علاقة أرجح من رواية من ليس له علاقة. الوجه الثالث عن رواية ميمونة وأبو رافع شخصين اثنين رواه، وهذا رواية ابن عباس واحد، وقد قال العلماء رواية الأكثر أرجح من رواية الأقل، فالاثنين أرجح من الواحد. الوجه الرابع أو الخامس أن أبو رافع تحمل الرواية وهو رجال بالغ عاقل واسطه، وميمونة امرأة عاقلة طيبة تزوجت وقد أصبحت كبيرة، بينما ابن عباس حينما وقعت القصة وهو طفل صغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفى وابن عباس في 13 عام، وهذه القصة قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فابن عباس يومئذ تحمل الرواية وعمره 9 سنين، ومن تحمل الرواية وهو بالغ رواية أرجح ممن تحمل الرواية وهو قاصر. وأيضا هناك مرجح آخر وهو ترجيح خارجي، وهو أنه ورد في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا حديث صحيح. وأيضا هناك مرجح آخر يقول أنه يحتمل أن يكون محرما أي في الأشهر الحرم، كما قال الشاعر قتل الخليفة عثمان الخليفة محرما، المراد أنه في الأشهر الحرم، ويحتمل أن يكون محرما أي أنه في الأرض الحرم، مثل ما يقال أتهم فلانا أي دخل في أرض تهامة، وأنجد دخل في أرض نجد، وهذا يقال أحرم الرجل إذا دخل في البلاد التي هي من الحرم، فهو يحتمل عدة تأويلات. وأيضا إذا تعارض حديث يدل على الجواز وحديث يدل على التحريم، فإن ما يدل على التحريم يكون أرجح تغليبا لجنبة الحظر، ولكنني بين توهم
أنه أصبح حلالا أنه بعد ما فك الإحرام غير تكيف أنه فك الإحرام وعادوا في مكة وتزوج بها. وهذا الحديث بيقول أنه عقدوا لبها وعادوا في المدينة جاءوا في الحاشية. ها؟ سليمان بن يسار رواه مالك مرسلا وتابعه سليمان بن ربيعة ووصله مطر الوراد عن ربيعة عن سليمان عن أبي رافع رجال النسائي والترمذي وقال حسن ولا نعلم أحدا أسرده غير مطر. وقال ابن عبد البر هذا غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة 34 وقيل 27 ومات أبو رافع بالمدينة بعد عثمان بقليل وقتل عثمان في الحج سنة 35 فلا يمكن أن يسمع سليمان بن أبي رافع انتهى. وممكن على القول الثاني في ولادة العدو أترك هذا عبد الهسيب الحياة أبي رافع ولا استغرب سبعا على هذا. فالحديث ضعيف. قال فزوجاه ميمون بنت الحارث الهلالية آخر امرأة تزوج ممن دخل بهن. وظاهر قول فزوجاه أنه وكلهما في قبول النكاح له. لكن روى أحمد والنسائي عن ابن عباس لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم. جعلت أمرها يعني وكلته أنه يعقد لها أمه. إيه لكن العباس مش هو من عصبتها هي من بني هلال. إنما العلاقة بينها وبين العباس أن العباس بتزوج بأم الفضل وأم الفضل هي أخت ميمونة لأن ميمونة أم المؤمنين وزوجة العطاش ابن عبد المطلب وزوجة الوليد بن المغيرة. أم خالد بن الوليد هن ثلاث أخوات من بني هلال. فكيف نقول أنها جعلت أم استشارت معنا فقط وإلا فما يملك لا إلا من كان من عصبتها أو يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بالمرأة ولو لم يعقد لها وليها. بعضهم يقول هكذا. وفي حق النجاشي ملك الحبشة حينما تزوجت قال بعضهم لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة وعقدوا لها في قال بعضهم أنه وكل النجاشي أنها فوضت أحد أصحابه. وقال بعضهم أنه عقد لها شخص من بني أمية وأنه أقرب الناس إليها. فهذا حين قال فأنكح النبي صلى الله عليه وسلم فظاهر أنه قبل النكاح بنفسه. ويقويه روايات ابن سعد عن سعيد بن المسيب أنه صلى الله عليه وسلم قدم وهو محرم فلما حل تزوجها. هذا هو المشهور. فيحمل قوله فزوجه على معنى خطب له فقط مجاز سوى. وهذا قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج إلى عمرة القضية. وفي مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن ميمونة تزوجني صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف. وسرف هذه خارج مكة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة وعقدوا له وقد أصبح حلال. والغريب أنها ماتت في سرف وقبروها في البقعة التي عملوا للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خيمة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضية إلى خارج مكة دخل بأم المؤمنين ميمونة
وجعلوا له خيمة الذي اخترى رسول الله صلى الله عليه وسلم بميمونة في محل اسمه سرف. والغريب أنها حجت في آخر عمرها ورجعت من مكة وصلت إلى سرف وجاءها الموت في تلك البقعة فقبرت في تلك البقعة التي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فيها. ما بلا قالوا هانك كل عادوا اتحاقها هانا الله أعلم. زاد البرقاني وبنى به حلالا فأفادت هذه الزواج زيادة وقعلعت وهو حلال. وأخرج الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. وأخرج ابن سعد عن ميمون بن مهران قال دخلت على صفية بن شيب وهي عجوز كبيرة فسألتها أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمون وهو محرم؟ فقالت لا والله لقد تزوجها وإنهما لحلالان. وأخرج يونس بن بكير وزيادات المغازي وغيره عن يزيد بن الأصم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمون وهو حلال وبنى بها بسرف في قبة لها القبة المراد بها الخيمة وماتت بعد ذلك فيها إلى أن يعود الضمير إلى البقعة أو إلى سرف أو إلى القبة. قال ابن عبد البر الرواية بأنه تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمون نفسها وعن أبي رافع وعن سليمان بن يسار مولاها وعن يزيد بن الأصب وهو ابن أخيها. وما أعلم أحدا من أصحابه روى أنه نكحها وهو محرم إلا ابن عباس. ورواية بن ذكر معارض لروايته والقلب إلى رواية الجماعة أميل لأن الواحد أقرب إلى الغلط. انت وفي البخاري وغير عن سعيد بن المسيب وهم بن عباس اي غلط في تزويج ميمونه وهو محرم. سعيد بن المسيب غلط بن عباس وان كانت خالته ما تزوجها صلى الله عليه وسلم الا بعد ما حل. قال حدثني عن مالك عن نافع عن نبي بن وهب أخي بين عبد الدار عن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان عني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمرو بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر فأنكر ذلك عليه أبا وقال سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ما يحرم للمحرم أكله من الصيد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان وحدثني عن مالك عن داود بن الحسين أن أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أبا طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه العبد للمرأة. حالة كونها محرمة يكون باطل سواء كان هو الزوج المحرم أو الزوجة المحرمة. ها؟
كيف؟ يعني هم ما يقولوش ان العقد صحيح مع الوزير مثل البيع اثناء النداء. اي لكن العلماء قالوا هكذا. قال في بتن الازهار والمحرمة. فاذا عقد الولي لابنته وهي محرمة فان العقد يكون غير صحيح حتى ولو كان الولي غير محرم، حتى ولو كان الزوج غير محرم. وهذه مسألة خلافية. ذهب أهل المذهب الهادوي إلى أن من شرط البرعة أن تكون حلال غير محرمة. والشوكاني في سيل الجرار يناقش في هذا الموضوع، يقول إن كان الرجل محرم الذي يتعقدوا له فالعقد باطل، وإن كان الولي محرم فالعقد باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح. قال وأما المحرمة فلا دخل لها، مع أن الظاهر قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح، والبراد بها الولي قال لا ينكح، لا ينكح المحرم يعني لا يزوج بنته ولا ينكح، لا ينكح، ينكح لا يتزوج، لا يتزوج ولا الولي يزوج بنته. فالشوكاني بيقول ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم على البرأة المعقود عليها، مع أنها الظاهر ها الظاهر أنها داخلة، لأنها لابد أن تكون حلال. الدكتور يقول لماذا لم يقول العلماء أن العقد ينبرم مع الإثم ولا يكون باطل؟ لأن النهي ولأمر خارجي وهكذا. الدكتور يقول أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لذات العقد ولا لصف من صفات العقد، وإنما هو لأمر خارجي، مثل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يخطب المسلم على خطبة أخيها المسلم. العلماء يقولوا يحرم على الإنسان أن يخطب على خطبة أخيها المسلم بعد التراضي، بعد التراضي. قالوا فإذا خطب ووافقوا ورفضوا خطبة الأول وتزوج، قالوا ينعقد هذا العقد مع الإثم، يكون آثم عاصي والنكاح صحيح. لماذا؟ قالوا أنه لأمر عارض، مش هو لذات العقد ولا لصف من صفات العقد. كذلك في حق البيع لا يجوز أن الإنسان يبيع حال خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. فإذا صح باع الإنسان بيته من شخص آخر وصح أنه ما قال بعت اشتريت إلا والخطيب يخطب أو يصلي، قال العلماء العقد صحيح مع الإثم، آثم البايع والمشتري والسمسار الواسط بينهما، لكن البيع صحيح. ما عبش لأن يفسخ ويقول البيع باطل، قالوا لأنه لأمر خارجي عارض وليس لذات العقد ولا لصف من صفاته. فالدكتور يقول لماذا في هذه المسألة ما قالوش أن العقد صحيح مع الإثم لأنه لأمر خارجي؟ الله أعلم. وإلا في المذاهب كلها يقولوا هكذا أن من شرط أن لا يكونوا محرمين. ها؟ يعني
نفرق بينهم. والولد يكون لاحق بأبيه ولاحق بأمه أو ما تشتي كيف؟ حنبه. بنقول لكم شني ما علامك تبي، لا تكرش تتولي العشرات، ولا سيما في المسائل الفروج الخطيرة هذه. هل يكون مع العقد فهو باطل؟ وإذا هو باطل فنفرق بينهما، لكن هل يعذروا بالجهل أو لا؟ الله أعلم. في حق الرضاع يقول العلماء أنهم معذورين بالجهل. إذا تزوج الرجل امرأة ثم ولدت له ثم كشف أنها أخت من الرضاع أو بنت من الرضاع، قال العلماء يفرق بينهما، والأولاد يكونوا لأبيهم ولأمهم، لأنهم ما قتلوا مش مخاط مشتارين جاهلي الرضا هذا حتى جو أخبروهم، فهم معذورين بالجهل. لكن في هذه المسألة، هي مسألة ثانية، هم جاهلين بالحكم الشرعي، وهذا جاهلين بوقوع الفعل الطبيعي المادي أنهم عجلوا أو ما وقعش. فهل نفرق بينهما؟ ما دام قد قلنا أنه باطل، فالنكاح الباطل لا يلحق الأولاد بهما، وبناء على هذا فالأولاد لا يلحقوا أبهم ولا أمهم على هذا. ها؟ نلمي. لأنه قالوا أنه باطل، من تعقد لإمرأة محرم عليه، إما تحريم مؤقت أو تحريم مؤبد، فالنكاح يكون باطل. فمن تزوج بإمرأة وصحت أنها يعني قضية الخامس فهو باطل، إذا صحت أن أخت الذي عنده فهو باطل، وإذا صح له أي شيء من هذه المحرمة وبجملتها والمحرمة، فالمحرمة من تزوج بإمرأة وهي محرمة فنكاحه باطل. الأولاد له يعني. لو تزوج بأخته الرضاعة، أيه بعد أخته حتى من النسب وهو لا يدري يعني، ثم أنجب منها أولاد، هينسبون إليه هكذا، لأنهم ما قد انكشفوا لهم لا بعد انكشفوا لهم الفعل وهو الرضاعة، ولكن هذا ما انكشف لهم، هم دارين أنهم تزوجوا في حال الإحرام، لكن ما صاروا يسألوا العلماء. هي ما رأيك؟ أعتقد ينسب الأولاد لكن يفرق بينهم. ها؟ ينسب إليهم الأولاد لكن يفرق بينهم. يجدد العقد أو كذا؟ ها؟ ويجدد العقد متى ما نعرف. حكم. أي ما هو يجدد. أي جدد، لكن الأولاد الأولين هل يلحقوا أو لا؟ أنا متردد، أولا قلت يلحق، وبعدها قلت الباطل لا يلحق، وأما الدكتور فهو مصمم على هذا وكيف؟ عكرتني. كيف؟ ما يضل كش الحاكم يفسخ ويفرق بينهم بغير طلاق، وبعد يستبرئها بحيضه، وبعد يتزوج بها من جديد. لكن المشكل في الأولاد، هل يلحقوا أو لا؟ هذا المسألة الذي حمرت آذاني، كم قد علقت وكم قد حمرت. ها؟ أين؟ السلام ما درك هذا الذي كفاية؟ سألت كم قدين؟ سعى مسألة قلنا أنا أيان. وانت سنس العالم أين هي؟ حق العمر الذي يعتمد. سيل حقك هذا عسلة. واحد لففت بي سيلة وعشرة، لا تكرت التولي للسيلات.
في بعض الأحوال يقولوا العذر الجهل عذر، وفي بعض الأحوال يقولوا الجهل ليس بعذر. هما ما احنا داري هل هنا لها ضابط أو لا. في بعض الأحوال يقولوا أنه معذور بالجهل، وفي بعض الأحوال يقولوا أنه لا ليس له عذر بالجهل، هكذا يقولوا. والمثكثين يقولوا القانون لا يحمي البليء أو الغبي. المثكف هكذا يقولوا أن القانون لا يحمي المغفل، وله مغفل ما يحميش، وهو بعد قول الفقهاء العذر ليس بجهل. لا ندري ما هو ضابط هذه المسألة. هذاك كذو ما قبش حكم شرعي دزل من السماء، ما بقت الحكم الشرعي موجود لكن ما صاروا شي يسألوا. فرق ما بينهن هذا بيقول أنهم معذورين. لماذا؟ قال مثل من مات من الصحابة وهو يشرب الخمر قبل نزول تحريم شرب الخمر، لأن آية تحريم الخمر إنما نزلت في السنة الثالثة من الهجرة، وهناك مات ناس آخر في يوم أحد 70 شخص، يمكن أن بعضهم كان يشرب الخمر مثل حمزة بن عبد المطلب كما ورد في كتب الحديث. ومن الناس من مات ولم يستقبل القبلة، من مات في السنة الأولى من الهجرة مثل البراء بن معروف ومثل أسعد بن زرارة، هؤلاء ممن مات في السنة الأولى قبل أن ينزل الحكم، فقال القرآن أنهم معذورين في هذا. هذا يشتي يقول لنا أنه دليل على أنه يعذر الإنسان بالجهل. ما رأيك في استنباط وضح حين استنبط هذا الاستنباط؟ مسألة مختلفة يعني، زي ما قلتم أنه فرق بين ما هذاك ما قد نزلش سوا، وأما هذا فإنه قد نزل الحكم، فما نقول أنه هذا هو مطالب بالبحث عن الحكم يعني، هو طلب العلم فريضة عليه. بعض أصحابه بيقول أن العذر أن الجهل عذر، بقصة لعثمان بن عفان أنهم التول مره زنت مش دارية أده محرم، تضحك أو تضحك هكذا. إيه نعم زنيت به، يعني عبارة عن شيء عادي هكذا. إن زنيت به بحريتي ما إليك مني، وهو بحريتي كذا كذا. فقال عثمان اسكتوا عن هالحد، مش دارية أن الزنا محرم هكذا بالقصة هكذا. فهذا يمكن أنه ممن يحتج بها. تظن أنها تختلف حسب البيئة، يعني قد يعذر من هو في البادية ما لا يعذر المدينة، وهذه يقول أنها أعرابية. هذا التنبره من الأخدام هذاك الذي يسموهم الأخداء، أو يسموهم فيما اسمهم السود هذاك العبيد في طرف ريمة في الساحل، هذك السواحل البلاد السواقي هذاك اللي يجلسوا. زنت برجل وبعد التوها لا عند عامل قضاء ريمة يحيى محمد عباس، وبعدها بيقول زنيت هي، قالت ايه ما إليكم مني، يعني كل شيء أعمل بما شاء حتى أسوي كحف ملح، يعني فرجها لها الحرية ما إليكم مني حتى يمكن أسوي وعاء وعصير أفعل فيها الملح أشتري في الملح. قالت كل شيء حقي ملكي ما بش لكم دخل، أفعل به حتى قح في ملحي أصير أشتري في الملح. فرجع ضحك الأمير وقال هذا ما اسمه هذا معذورة، قصتها مثل القصة، هذا حق عثمان، حبس أيام دي كيف ولدت. فهذا
المسألة هي مسألة قديمة، هل العذر جهل أو لا؟ يقول العلماء إن كان في مدينة إسلامية مثل عواصم البلاد الإسلامية ومراكزها فلا عذر له أبدا، وإن كان في حدود بلاد الصين أو بلاد اليابة أو في أرض الكفرية أو قريب عهد بالإسلام فإنه يعذر. يقولوا هكذا، بعضهم يفصل يقولوا هل العذر هذا الجهل يكون عذر أو لا؟ بعضهم يقول إذا كان في بلد إسلامية وهم مسلمين أبا عن جد فلا يعذر، وإذا قد كان في بلاد كفرية أو في بلاد تعمها الجهال والخرافات والمشتري بعضهم هو الإسلام، هذا قالوا أنه يعذر، والله أعلم أي الصحيح. وأعتذري عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يقول لأنك المحرم ولا أخطب على نفسه ولا على غيره. وأعتذري عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسعيد بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن دكاء المحرم فقالوا لأنك المحرم ولا يمكن. قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع إبراته إن شاء إذا كادت في عدة منه. هل يجوز للمحرم الذي طلق زوجته أن يراجعها وهو محرم أو لا؟ هل المراجعة في العدة حكمها حكم الزواج من جديد أو لا؟ قال الإمام مالك لا مانع لمن كان محرما بالحج أو بالعمرة أن يراجع زوجته في العدة، فالمراجعة لا تسمى عقد نكاح. قال لأن الرجعة ليست بنكاح فلم تدخل في الحديث، فأما أن خرجت من عدتها فلا يعيدها لأنه نكاح تدخل فيه قال أبو عمرو لا خلاف في ذلك بين أئمة الفتوى وبالأمصار، لأن المراجعة لا تحتاج إلى ولي ولا صداق. قال الباجي وعن أحمد منعه من الرجعة. الإمام أحمد بن حنبل بالرغم من كونه لا يكثرش من القياس هذه البرة قد وقع حنفي، فأقاس مراجعة الرجل لزوجته إذا كان سيراجعها في العدة، إذا كانت العدة في طلق رجعي قال لا يجوز ولا يمتنع عقد المراجعة قياسا على عقد النكاح. وقال مالك والجمهور أن المراجعة شيء وعقد النكاح شيء آخر، كان يكون هذا القول لأبي حنيفة الذي يكثر في القياس، وأحمد الذي ما يكثرش من القياس لا يقول به. إلى هنا المراجعة بالكلام ها؟ نقول راجعت زوجتي إذا هو محرم ويخشى أن تخرج العدة. صلى وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف حجابة المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل، يعني في محل اسم هذا المحل لحي جمل مكان بطريق مكة. هذا فيه دليل على أنه لا مانع لمن كان محرما بالحج أو بالعمرة
أن يحتجم ويقاس عليه ما في معنى الحجامة، وذلك مثل ضرب الإبرة، وضرب الإبرة لمن كان محرما لا مانع منه، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجب وهو محرم وفي الحجامة يخرج الدم، إنما عمل الأول الحجامة لإخراج الدم، وهذا الإبرة لإدخال العلاج، ولكن قد يخرج دم، مش هو المقصود هذا الإبرة أو الشرنجة، إنما هي لإدخال العلاج، ولكن في نفس الوقت يخرج الدم. أما الحجامة فهي لإخراج الدم، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد احتجب وهو محرم في الحديث الصحيح، فبالأولى والأحرى أنه لا مانع لمن كان محرما وذهب إلى الطبيب والطبيب كرر له الإبرة، لا مانع له أن يضرب الإبرة، لا مانع له من ضرب الإبرة. بعض المتحججين أو بعض المتفكهين أو بعض البطاوعة، يجي الإنسان وقال قد ضربت شرقة عند الصحية الذي في البعثة، فيقولوا حرم الحج عدك، حرم الإحرام، عليك كبش، عليك كذا وكذا، في حين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد احتجب وهو محرم. فقد كان هؤلاء الصحية إذا جاء إلى عندهم واحد وقد في سعل الشديدة أو غيره في قرر لها العلاج، هذاك العلاج السعلة، هذاك أكثر الحجاج بابلة من السعلة من شرب البيبس البارد والباء البارد، ها، وبعدها يقرر لها الشرنقة، فصحية يضرب حاله، في يصير يشكي على خبرته، في يقولوا حرم الحج، في يرجع يكسر لاموس الصحية، فأصبح الصحية يقول له اطلع اسأل العبراني، هل على الشرنجة تبطل الإحرام أو لا، هل يلزمك شيء أو لا، وهو يطلع على عندي وأقول لا مانع، لا تصدق أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم، فيرجع يطمئن، فيضرب لها الشرنقة وما عاد يقعش بينه. بعدها جلت عادتهم يقولوا هذه الشرنقة وأنت محرم مش ويقد بالضارب، حنا غير فاعل الخير بالداويك، سير اسأل، وبعدها يرسل إلى عندي، فأنا أقول لا مانع من ضربة الإبرة هذا ولو كنت محرما، فإنه لا يبطله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم. فيقول لكن قالوا لي ربما تبتعد شعره من ساقه أو من إليته أو من البقعة الذي فيها الإبرة، نقول قد ابتعد الشعر الذي في جمجمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحجاب ما يصبر إلا بعد ما يخلقوا ببعته ثم يركبوا المحجاب، فالمحرم لا مانع له
أن يحتجم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجب المحرم إلا مما لا بد له منه. قال مالك: لا احتجب المحرم إلا من ضرورة، سواء قد كانت الضرورة أو غير الضرورة، ما دام والنبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم فالظاهر الجواز سواء قد كان بالضرورة أو لا. ها؟ ولا عمل جراحي ولا ما كان يبضعوا له وهو محرم، لا يبطل أبدا، لا يبقوش يفجعوا الحجاج، بدل حجاج اثني الحج، إذا انت أجير ضد الفلوس حقهم معك الحج حقهم، وهكذا يمكنهم كل واحد يقع علامه من نفسه، وها اعتباء بعضهم يخرج من السيارة ويتحس تحستها السيارة، قال عليك طريق غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني شبابة المترتمي. المترتمي عض على يد، ما ذنبه اليد، وفعل الفعل نفسه ويرجع يعض على يده. ولهذا قال بعض المحبين حينما بلغه أنه هجر حبيبه لأنه سمع ناس آخرين مثل ما بيقول، فقال: غيري جنى وأنا المعذب فيكم، فكأنني سبابة المترتمي. وهذا السواق ذهب لو ما سقط من فوق السيارة ووقع في الجرح، قالوا: سير التيطلي، وها جنان أضلاع فرصة تيطلي الطلي، هذا كدفت لما خرج التبدي، فوصلت بقلوا بابه قلت كدفت على الباب، تساحبوني نسا كذا وكدفت، وقال لي بسمه، قال طلي قال طلي قال طلي قشتوني التباخي التباخ والبراسل والمكنس ولي بيشتري اللقمة ولي بيشتري يفتوني أنا طلي، قالوا أتدمعوا الطلي، لا لا بسمه أنا أكلها وباع، كنا ماشي التم الذي كفار ما يأكل شيء، طول البساكي ما يأكل شيء، ما يأكل إلا دم التمتع، أما دم الكفار حدا يأكله ولا شذب حلالك ولا لغيره بغير قلة حياة. طلي قال طلي، إلى حتى أن واحد اتف البعثب اسمه عالم أنه يفتي الناس، هو الذي بيفتيني ويقول طلي ماذا الحين طلي ماله؟ لا، أما إذا حلق رأسه للضرورة فجائز، ولكن يفتي يفتي هذا في الآية الكريمة الذي هذا كان أي هذا كدوارد أحد الدماء الذي بأذى في رأسه، فقال لها الطبيب أنه يحلق رأسه لأجل الأذى هذا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قالها القرآن أنه يفدي أو يصوم، أما هذا ظاهر، لكن حنا بنقول لهم في الشرنقة التي في اليد أو في الإلية هذه بابش لها دخل، لأن هذا الآية هو في حلق الرؤوس والإحرام هو في حلق الشعار إلى آخره. يمكن نعم يمكن. قال عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه لا بيمكن ولا مما بش يمكن، قال فوق رأسه وهو يومئذ بلحي جمل، فكان كان بطريق مكة. وحدثني عن مالك عن نافع على عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا ما لا بد له منه. قال مالك: لا يحتجب المحرم إلا بالضرورة. إذا لم يطبع شعرا مباحا من غير فتيس صوف، هذا هو اللازم، هل قصيت شعر أو لا؟ ما يجيز المحرم بعد النبي كذا في رأسه، وفي رأسه ملان شعر،
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يوصل في بعض الأحيان إلى أذنيه، وفي بعض الأحيان يوصل إلى منكبيه. جاء في بعض الأحاديث يقول الراوي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه وله شعر يبلغ الأذنين. وجاء في حديث آخر قال الراوي: وشعره إلى بين كتفيه إلى هانه. قالوا: لا معارضه بين الحديثين. فالصحابي الأول شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قص شعره فما وصل إلا إلى أذنيه، والصحابي الثاني الذي قال إنه إلى بين كتفيه صادف أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد تباطأ عن قص شعره فلا معارضه. ما يجوز للمحرم أكله من الصيد. حتى ثاني أين الدكتور اليوم؟ لأول مرة في تعريفه ما قد تأخرش منذ 4 سنين. ها ماشي، أنا بسألته وقد خرج من المنزل حتى في قلبا وباه وقلنا حريق ما استروش سيارة الإسعاف تجي، ما استرش تدخل مكثرة الفضولية المحوشة جو من كل فجر عميق، ما استرش سيارة تدخل ولا استروا يدخلوا الماء كأنها تفرجه ديما، ألا يجي إسعف أو يتصل بالتلفون يجي والباقي رحلة. حتى ثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم. أبو قتادة لم يكن محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناوله صوته فأبوا عليه، لأن الصحابة الذي كانوا مع أبي قتادة كانوا قد عرفوا أن المحرم لا يصيد ولا يعين الحلال الذي سيصيد، ولهذا قال لهم: أعدوني صودي الذي في القاع وأنا راكب على الفرس لا أستطيع أن أتناوله، فأبوا لأنهم عرفوا أنهم محرمين وأن المحرم لا يصطاد ولا يعين من يريد أن يصطاد ممن كان حلالا. قال: أن يناوله صوته فأبوا عليه، فسألهم ربحه فأبوا، فأخذه ثم شط على الحمار، لحق بعد الحمار الوحشي بالفرس فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي ضعمة أطعمكم الله، فيه دليل على أنه لا مانع للمحرم أن يأكل من الصيد الذي أصطاده الحلال، فالحلال إذا اصطاد وأتى للمحرم فلا مانع للمحرم أن يأكله لأنه غير قاصد له. أما إذا قال له: أنا عرفت أنك محرم وأن المحرم لا يصطاد فسأصطاد وأعطيك، هذا لا يجوز للمحرم أن يأكله ما دام الصيد لأجله، فالمحرم لا يأكل الصيد الذي أصطاده بنفسه، وهذا واقع
وثابت في الكتاب والسنة والإجماع. بقينا هل يأكل المحرم من الصيد الذي أصطاده الحلال أو لا؟ لا يخلو إما أن يكون أصطاده لأجل المحرم أو المحرم قد أعانه أو المحرم قد أعانه فإنه عن فضيلتك اليوم سواء سواء استنكرنا قلنا 4 سنين لم يتأخر الدكتور أبدا وقيل أنه افتجعت من الحريق قلنا أين الحريق وأينهم ها؟ لا يخلو إما أن يكون الحلال قد اصطاد صيد قاصد لنفسه أو للبيع ثم أتى للمحرم بقطعة منه لا مانع له أن يأكل منها أو سلبه لنفسه اصطاده لأجل نفسه ثم بعد ذلك سلبه للمحرم لا مانع أن يأكل المحرم. وأما إذا اصطاده لأجل المحرم أو اصطاده والمحرم قد أشار عليه أو سلبه رمحه أو قال له أن الصيد في المحل الفلاني فهذا لا يجوز له. هكذا قال العلماء. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب ابن جثامة هذا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش أو جزء من حمار الوحش فردته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إنما رددناه عليك لأن حرم. وهذا حديث صحيح. وجاء في الحديث الصحيح الحديث الذي قرأنا وهو أن أبا قتادة أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش فقبله وأكل منه. لا معارض بين الحديثين. قال العلماء إن كان اصطاده لأجله فهو حرام على المحرم أو أن المحرم شاركه أو أشار عليه أو سلب له آلة الصيد أو غيره